تحية طيبة لكل السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا من داخل مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، حلقة جديدة من برنامجكم الصالون الطبي. الحقيقة زي ما احنا عارفين إن في عمود لإنارة الطريق، كمان في عمود بنبني عليه المبنى والبيوت، كمان أجسامنا فيها عمود العمود الفقري. الحقيقة أي مشكلة في العمود الفقري بيقابلوا على طول مشكلة في باقي الجسم. احنا هنختص موضوع حلقتنا النهاردة عن إعوجاج العمود الفقري عند الأطفال. كتير جدا بنشوف اطفالنا بيحصل فيهم اعوجاج هنشوف ايه هو السبب وهل ليه كمان طريقه علاج ولا لا بيسعدني ان يكون ضيف حلقتنا النهارده الاستاذ الدكتور محمد فؤاد الدش استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بكليه الطب جامعه القاهره دكتور محمد اهلا وسهلا بيك سلام طبي اهلا بيك اهلا بحضرتك عايزين نعرف بقى من حضرتك ليه بيحصل اعوجاج في العمود الفقري الحقيقة العيوب الخلقية في العمود الفقري بتنقسم لكذا نوع احنا عندنا العمود الفقري عشان نسهل على السادة المشاهدين هو عبارة عن فقرات موجودة في منتصف الظهر بتتكون من سبع فقرات عنقية واثناشر فقرة صدرية وخمس فقرات قطنية ثم العجز اللي هو عظمة العصعص العمود الفقري بيحتوي عشان نعرف قد هو مهم على النخاع الشوكي في الفقرات العنقيه والفقرات الصدريه. تمام. وينتهي النخاع الشوكي عند الفقره ال 12 اللي هي اخر فقره في الفقرات الصدريه وبدايه الفقرات القطنيه اللي هي اسفل الظهر ما بيبقاش فيه نخاع شوكي بيبقى مجرد الاعصاب اللي بتخرج منه بتنزل عشان تخرج من مخارجها الطبيعيه ما بين الفقرات عشان تنزل تغذي احنا برضو عارضين لسه مشاهدين فيديو توضيحي للعمود الفقري بالظبط العمود الفقري اللي هو في النص ده فيه اعوجاج انما العمود الفقري الطبيعي طب سبب الاعوجاج ده هل هل بيبقى جينات وراثيه ولا اثناء عمليه الولاده بيحصل عمليه الاعوجاج ولا بيبقى نقص مثلا في في التكوين او نقص في الكالسيوم تمام الاعوجاج بتاع العمود الفقري اشهر سبب بنشوفه اللي هو بنسميه الاديوباثيك ملوش سبب واضح بيبقى عيب خلقى الطفل بيبقى مولود بهذا الاعوجاج وزاويه الاعوجاج هي اللي بتحدد قد ايه نصبر على العيان قبل ما نعمل تدخل جراحى لو الزاويه بسيطه ممكن ان احنا آآ آآ ما تبقاش ملحوظه قوي دي بتبقى موجوده في اغلب الناس وما اي مشاكل للنخاع الشوكي اللي طيب موجود دكتور انت هو. عارف يعني الموضوع اللي خصوصا عند الاطفال حديث الولاده موضوع مقلق جدا, جداً بالنسبه جداً. للاب والام بيبقى الموضوع بالنسبه لهم آه. يعتبر قصه حياه بعد كده لمولود جديد في عيلتهم هم يبتدوا يتحركوا ازاي وامتى بيبتدي اذا كنت هتلجا اذا كان في طرق مثلا العلاج الطبيعي بتبدا امتى او في تدخل جراحي برضه هيبدا امتى؟ تمام ال ال الاب والام اول ما بيلاحظوا الاعوجاج ده طبعا بيبقوا منزعجين جدا بيعرضوا الحاله بنعمل بعض الأشعاعات العاديه ومنها بنقدر نقيس زاويه التحدب او زاويه الاعوجاج وبناء عليها نقدر نقول اذا كنا هنطمن الاهل ونقول لهم ممكن نستنى ونعمل علاج طبيعي ونصبر لحد ما العضلات تقوى وممكن ده يحسن التحدب ولا الزاويه كبيره وفي خطوره على النخاع الشوكي اللي جوه العمود الفقري وهنا بنتدخل في اوقات بدري شويه يعني على سن ست سنين وممكن على سن سبع سنين او ثمان سنين يعني ما بنقدرش نعمل اي تدخل جراحي قبل سن الست سنين ما بنحبش نعمل كده لانه الفقرات ما بتبقاش مكتملة النمو ونسبة الدم اللي جوه جسم الطفل بتبقى قليلة جداً العمليات دي بتنزف كمية دم كبيرة فبيبقى الخطورة فيها كبيرة والعظام لسه ما بتبقاش اكتمل تكوينها فممكن نصبر كمان لحد سن 12 سنة قبل ما نعمل الجراحة دي بحيث انه يكون اغلب العظام بتاع العمود الفقري اكتمل التكون بتاعها و اذا كان زاوية الميل مش كبيرة طيب اذا كانت كبيرة بنضطر ان نتدخل في مرحلة بدري يعني عن كده تمام التساؤل بقى بالنسبة للطفل معروف ان العمود الفقري ده مسؤول عن عملية الانتصاب او انتصاب القامة بتاعة الانسان طفل وعنده عنده اعوجاج في العمود الفقري تمام. مرحلة النمو عقبال ما يوصل لست سنين وحدك قلت ممكن كمان التدخل يبقى على سن 12 سنة. اه. هيبتدي وضعه ايه في المرحلة دي؟ يعني حتى بالنسبة لأهله وبالنسبة حتى بينه وبين المجتمع المحيط به. عايزين نوضح بس إن الحركة بتاع العضلات مالهاش علاقة بشكل العظم نفسه، إنما ليها علاقة بوظيفة النخاع الشوكي والأعصاب اللي جوه العمود الفقري. جميل. فطالما إن دي بتنمو بشكلها الطبيعي ما بيبقاش فيه تأثر، يعني الطفل تلاقيه بيحبي في وقته العادي، بيمشي في وقته العادي. صحيح في صعوبة في الحركة نتيجة الاعوجاج اللي موجود في النخاع الشوكي انما ما بتأثرش تأثير مباشر على الأعصاب يعني أغلب الحالات دي هي عنده مشكلة في الحركة انما مع الوقت بقى لما بتزيد زاوية التحدب جامد بتبدأ تاخد معاها النخاع الشوكي وبالتالي يبقى او يبقى في كيرف في النخاع الشوكي فالشرايين بتتشد وجزء منها بيبدا يتقفل هنا بنخاف انه يبدا يحصل تاثير على النخاع الشوكي ومن ثم بنبدا نقول بقى ممكن ان احنا نتدخل جراحيا عشان نعدل التحدب اللي موجود في العظام وبالذات في البنات لانه ممكن ما يكونش البنت عندها اي مشكله في الحركه انما الشكل الجمالي بيبقى مهم جدا جميل الحاجه الاهم من كل ده بقى انه العيوب الخلقيه اللي موجوده في شكل العمود الفقري احيانا بيبقى معاها بعض العيوب الخلقيه اللي موجودة في النخاع الشوكي نفسه في العصب نفسه ده دي بتبقى اصعب دي بتبقى حاله صعبه جدا وبنضطر ان احنا كفريق طبي بقى نتدخل مع بعضينا عشان نحاول ننقذ المريض ده تمام فمن امثلتها مثلا انه بعض هذه الاحوال اللي فيها اعوجاج في في العظم بتاع العمود الفقري يبقى في تكيسات داخل النخاع الشوكي، يبقى في زي سائل او اكياس مليانه بسائل نخاعي. تمام ودي بتضغط على النخاع الشوكي ودي اللي تعمل الاعراض اللي بتقول عليها اللي هو ضعف في الحركه في الايد وفي الرجل وعدم تحكم في الاخراج في البول والبراز وعدم اه اه اكتمال او القدره على الاحساس بالالم او التاتش او الحاجات دي ودي بتؤدي لاعراض اخرى زي قرح او ما شابه. طيب في مشهد دكتور محمد يعني احنا بنشاهده واللي هو اللي هو بيبقى بيجي الشخص تلاقي عنده يقول لك ده عنده اتب او في كتف يمين أعلى وكتف شمال اعلى من الثاني. فاحنا برضو هنوجه السؤال ده للساده المشاهدين اللي بيتابعونا اذا كان شاف في حياته اليوميه حد عنده كتف اعلى من كتف فيشاركنا برده في برنامجنا الصالون الطبي ده بيبقى سبب يا دكتور الاعوجاج في العمود الفقري؟ ممكن يكون سبب او ممكن يكون نتيجه في كلتا الحالات احنا بيهمنا جدا ان احنا قبل ما نعمل العمليه عشان نعدل شكل العمود الفقري ان احنا نحل مشكله النخاع الشوكي الاول والا تحصل مشكله كبيره جدا لانه في التحدب بتاع العمود الفقري بيبقى الطول قليل فانت ما بتفرده الطول بيبدا يزيد وجواه النخاع الشوكي مش هيقدر يتاقلم مع هذا الطول الجديد فلازم تحل المشكله اللي داخل النخاع الشوكي قبل ما أكد أكد تعمل عملية الاستعدال أو ما يسمى بأنك تعدل العيب الخلقي طيب أو التحدي. اللي المبذور. هو عنده أتى ده هل في وسيلة نقدر نرجعه تاني يأخذ لا طبعاً. الشكل الطبيعي أكيد طيب على حسب <تسع> السبب <applause> تمام احنا هنعرض اه. للسادة المشاهدين فيديو عن جراحة العمود الفقري تمام هنا دي ازاي بنعمل تصليح للاعوجاج اللي موجود عن طريق بعض الشرائح والمسامير بكميات كبيره زي ما حضرتك شايف كده لانه بنحاول ان احنا ناخد الطول الكامل للتحدب وبنحط كل الشرايح والمسامير دهيت وبعد كده الرد اللي في النص ده او العمود الطولي ده هو ده اللي بنعتمد عليه عشان نصلح زاوية التحدب بعد ما بنعمل ما يسمى بالاستيوتومي او الكسر للفقره اللي على قمه التحدب عشان نقدر ان احنا نصلح الاعوجاج ونرجعه لوضعه الطبيعي بيبقى معانا بعض الاشعاعات اللي داخل حجره العمليات بنصور بيها الزاويه اللي موجوده قبل ما التصليح والزاوية المفروض نبقى عليها بعد ما نعمل عملية تغيير التحدب أو زاوية الأعوجاج في العمود الفقري العملية دي بيشارك فيها فريق من جراحين المخ والأعصاب عشان أنا شخصيا منبهر بصراحة باللي أنا شايفه على الشاشة ده صحيح. يعني حاجة كلها بالميزان وبالملي وحاجة يعني فعلا عملية دقيقة جدا يعني جدا أهم ما فيها أنه أسهل حاجة الجزء اللي حضرتك شايفه ده اللي هو أن احنا نحط الشرائح والمسامير في الفقرات الجزء الأهم أن احنا آه نتعامل مع النخاع الشوكي اللي داخل العظام بحيث انه هو لو في اي تكيسات لازم آه تتصلح الاول جميل. واحيانا بيبقى فيه ما يسمى بالتذرد كورد يعني النخاع الشوكي بيبقى بدل ما هو بينتهي عند الفقره 12 الصدريه بيبقى مشدود بحاجه زي حبل كده لحد اخر فقره في الفقرات القطنيه تحت عند العصعص لو عملنا العملية دي قبل ما نعمل نرجع النخاع الشوكي لوضعه الأصلي المريض بيجيله مشاكل كبيرة جدا في كبير الحركة. طبعاً. فلازم ندخل بما يسمى بالمنظار والميكروسكوب الجراحي وبيبقى معانا أدوات مساعدة يعني بنبقى في داخل غرفة العمليات بيبقى معانا جهاز بنقدر نقيس بيه مدى الاستجابة بتاعة الأعصاب أثناء العملية. وان احنا بنعمل ما يسمى بالسوماتو سنسري افوكت بوتنشال اللي هو نعرف منه احنا اثرنا في العصب ولا لا احنا عملنا اي مشكله في العصب ولا لا واذا عملنا المشكله دي ممكن نرجع نصلحها مره اخرى ونزيل اي شد على النخاع الشوكي قبل ما نعمل عمليه تصليح الاعوجاج في العمود الفقري. جميل جدا الحقيقه يعني دكتور محمد فؤاد الدش استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بكليه الطب جامعه القاهره. انا الحقيقه سعدت بلقائي بحضرتك كتير آه جدا فهمت. النهارده في صالون الطبي كمان يعني اخذنا من معلومات قيمه جدا ان الاطفال اللي عندهم اعوجاج او عيوب خلقية بنقدر ان احنا نعمل لهم العمليه من سن ست سنين ابتداء من ست سنين لغايه 12 سنه وبيرجع بعد كده للشكل الطبيعي بتاعه. كمان الاشخاص اللي عندهم ما يسمى بالاتب او كتف اعلى من الكتف، فالدكتور محمد النهارده من خلال حياتنا الصالون الطبي اداهم امل جديد انه يقدر ان هو يرجع تاني للصوره الطبيعيه اللي احنا متعودين عليها لكل انسان آآ آآ سوي وبجسم صحي. الحقيقه اعزائي المشاهدين انا سعدت بلقائي معاكم النهارده نلقاكم ان شاء الله غدا الساعه 7 وحلقه جديده من برنامجكم الصالون الطبي فالى اللقاء.